25 ملم من الأمطار في غضون 15 دقيقة كانت كفيلة بأن تغرق عدداً من شوارع العاصمة. أحياء، محلات، وأنفاق مرورية غمرتها المياه مؤدية لانسداد الطرق. تجنيد عمال المصالح البلدية والولائية للعمل على تصريف المياه وتنظيف قنوات الصرف الصحي إلى غاية ساعة متأخرة من الليل. مشكل في بداية أمطار الخريف يعني اللي راهي اللي جاتنا، وتعتبر الأمطار الأولى اللي تنقي كامل يعني تنظف كامل الأحياء اللي تجيبها طبعا نحو الأماكن المنخفضة. وتم في الليلة مباشرة بعد الأمطار هذيك سجلنا يعني حضور يعني كل السلطات في الميدان، تم يعني نزع هذه يعني القرارات، نزع هذه يعني الأضرباء عن البلوعات أو عن الطرقات. المسؤولون يؤكدون أن سبب حدوث هذه الفيضانات هو تراكم النفايات والأتربة المجروفة من قبل الأمطار. النتيجة تسليك قنوات الصرف بمجرد التخلص من النفايات التي سدت المجاري. بعدما دخلنا لاحظنا أن البلوعات التي كانت مخصصة باش تقريبا كيلو كانت مغلقة من فوق، هذه كانت الشكل ديجري ديجري فاشي غلقوا هذه البلوعات. الدخول تاعنا كان بسيط وبسيط جدا، قمنا بإزالة هذه الفاشي البلاستيك اللي ديجري الماء راح. اليوم تغرق العديد من شوارع العاصمة، وخلال الأسابيع الماضية تسببت الفيضانات في خسائر مادية وبشرية بعدة مناطق من الوطن. فهل ستمر قادم الأيام برداً وسلاماً؟ أم أن العبرة لم تستخلص بعد؟